سالم. اه بسم الله الرحمن الرحيم يا سالم. عود بالله وراش كعين عينها قدامك يا قلبي يا سالم. بسم الله يا سالم. خلنا احنا نرجع يا سالم. خلنا احنا نرجع يا سالم. فخوخ فخوخ خلك فخوخ يا سالم. كمال كمال يا فخوخ كمال يا سالم. قدامك تقول لي فخوخ سالم. سالم خلنا احنا نرجع بالحمص دقيق نفتك من داك يا سالم. عين وين وين الخوف اللي فيك؟ كنت تستاملني هنا معاشنا الكراعي سالم. قمي قد اوريشنا في ايدي فخوخ دي صغير مدري دوابة من دوابة. هو هاد مريض يشوفه هاد يقول سالم حرام عليك سالم. خلنا احنا نرجع يا سالم. شو ذاك؟ السلام عليكم سالم. بغيت يوم منه سالم. بغيت يوم دحين العود ابعطي ابو ايان صافين بقعوا صوتين ولا ثلاثة وصل من لقيه مقلي وخلق الشغل. قم يوم قم يسري وراك. الحصان دقتش دقتنا حصانة كبيرة كما حصان بقعة في البقعة هيدي. قمي قمي يلا صدني يا برعا سالم. اه سالم ظهر ثاني مرة يا سالم. بس ليه هودي والرجال يا سالم هودي ولا بالخوف؟ طيب ليه بالخوف ما قام ولا من الخوف دحين نقول لك هودي والرجال خافين ولا معش قومي ما نخاف. لا 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 سالم اوريش في القراءة عندي. خلنا احنا نرجع يا سالم. قومي قول ايش نقول لك يا سالم؟ ما تقومين يا سالم قدام. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما تعود من الشيطان خشي ما تفزعني يا اخي. ما تفزعني ما تفزعني يا اخي. وزعك لا انا مخرج ابوك من العود ديك تغري ولك ما تفزعني. وادي تعال تعال الا دي هذو الا دي تعال الا دي قدامنا هنا في المكان هذا خرج الشارع. حقي حقي يهود حقي هات الشال حقي يلا صارين امسك الشال تعال انت كوفيه انا شو كوفيه كوفيه العمامة يا سالم العمامة العمامة بسرعة الكمر الكمر كمر حق يهودي ماشي خرية ماشي في بيسلة عارف حقك ما ماشي بيس كمر خرية المعود سميد حق يهودي بس حق ما يهودي خرج سميد خرج سميد ما يهودي خرج سميد خرج سميد خرج سميد خرج سالم بخريم سالم سالم بعطي اياها امسكها بسرعة بسرعة كأنك هاي بدنا نضرب ولا اي حاجة بدك الحين بغينا المعوز قلت له الا المعوز الا المعوز سالم رحنا يا سالم رحنا الا المعوز خلاص المعوز ما بغينا بغينا الحرمة روحي سالم شيل الحرب يا حلال. لا 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 ما بكلمش لا ما بكلمش ما بكلمش لا تخافي يا عمي سالم هذا الريال اللي منقي الشيعة هذا زوي هذا الريال زوي 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 ولد الحلال منقي الهبرة كلها الشيعة كلها زوي ولد الحلال بغانا بنروح بنزور عمتي مريضة خلنا احنا يا ولد الحلال رب ان شاء الله يبارك فيك خلنا احنا نعبر فين؟ هنا عند عمتي انا بشروط الظاهر بتعبرين كيف شروط؟ عند الحلال بتزوجش من بتزوجني؟ لا انت بتزوجني ها ما ينبعده ما ينبعده شيعه على الفاسوس انت ها انا انا بتزوجش انت بتزوجني ايوه طيب خلاص تمام ايه؟ خلاص تمام راك ريد عطت يا ابو بس خلينا احنا نعبر على كيف ها على كيف خلاص تعال كان هنا ما بيصلح احنا نتزوج هنا وين وين لقي عروس وين كده لا ابغى تكلمي خلاص تعال عندنا هناك البلاد دخول السد تو تخبر على دار محد وتعال حق البلاد ايوه السد حق البلاد ايوه تعال هناك تخبر على دار محد هناك بلقي الزواج بلقي كله انتم من دار محد اه من دار محد نحن قريب السد والله بعيد من هو قريب السد تو اول ما تدخل السد خلاص بكره الصباح ان شاء الله اي ان شاء الله وشو الكلام على ما هو خلاص على ما هذا الريال هذا ما يصلح خلاص عطت يا ابو بعثت خلينا احنا نعبر خلاص عشان من شان كلمته بعبره خلاص ان شاء الله خلاص ايه على شان ها على شان بعثت يا ابو على شان شيعة وحبره يا شيخ
يلا رب ان شاء الله يخليك يا رب. خلاص على ما عليها. على ما هو ان شاء الله. يلا 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 يا شجاع سالم. اللي اللي تحزن بك عريان. 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 ايوه عريان. هنا مساهنونا. وينك هنا مساهنو؟ بس وينك مساهنو وين؟ سامعينا؟ مشي. والله والله بقولش انا منتظره يلمس شعره منش بوريه. شعره وو كلك تنتفض شعره وو. لا تنتفض انا بوريه الشفيد العرات بس ما لمسش ابدا يكلمش من بعيد ولهذا نبقيت. لكن بقسمه بالعودنا وقلت له مساهنه بس حتى شعره فيش بوريش شغله شعره واه شعره مشي مشي خلينا احنا نريع بس مشي يلا قومي شو عمتش قومي قومي خلينا احنا نريع للدار وين بتشوف عمتك نريع للدار نقول لك قومي بوريش شي واحد يقبل انا بوريش نقول لك يا خلينا احنا نريع نقول شو بنرجع نريع سالم اه يلا اه نريع هنا قدامي نريع هنا نريع ايوه يلا نريع يلا خلاص